السلام عليكم متابعينا الكرام، يا اهلا ومرحبا فيكم. حلقة جديدة عن السياسة وتحديد موعد لقاء الأسد مع أردوغان. وأما العنوان الثاني يا شباب عن المبعوث الأممي إلى سوريا السيد جير بيدرسون. والعنوان الثالث عن الهجمات اللي تعرضوا لها اللاجئين السوريين في قيصري، وفي أخبار كتير مهمة. والعنوان الرابع الإدارة الذاتية تفرج عن بعض الأسرى في السجون مدينة الحسكة، وأيضا عن السفير الروسي في دمشق. من المهم أن يشارك المهتمون في المحادثات السورية التركية. هدول أبرز عناويننا اليوم، وخلينا نشوف التفاصيل بعد الفاصل. فإذا يا شباب، الأخبار المنتشرة على السوشيال ميديا ومن مواقع رسمية خلال الساعات الماضية، وحسب صحيفة ديلي الصباح التركية، قال لك لقاء الأسد مع أردوغان راح يكون بعد شهر الثامن، شهر آب شهر الثامن، أي يعني في بدايات شهر التاسع، في بدايات منتصف الشهر التاسع، في أواخر الشهر التاسع، ما حدا بيعرف. ولكن حسب صحيفة ديلي صباح التركية، قال لك لقاء المرتقى ما بين الرئيس السوري ورئيس التركي راح يكون ما بعد الشهر الثامن من عام 2024. تفاصيل الخبر يا شباب على شكل التالي: صحيفة ديلي صباح التركية نقلا عن مصادرها، من المقرر عقد الاجتماع الأول ما بين أردوغان وبشار الأسد بعد شهر آب أغسطس في العاصمة الروسية موسكو، دون دعوة إيران إلى الاجتماع وحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. هذا الخبر حسب صحيفة ديلي صباح التركية. الاجتماع المرتقب رح يكون بشهر التاسع، شهر التاسع مثل ما حكينا قبل قليل، يا هل ترى بأول شهر التاسع، بمنتصف الشهر التاسع، أم بأواخر الشهر التاسع؟ ولكن مو هون القضية. القضية على الشكل التالي: ليش تم استبعاد إيران من المحادثات؟ وكلنا نعرف إيران عضو فاعل للدولة السورية، أو الداعم الأكبر للدولة السورية، وله اسمه ووزنه بالمنطقة. خاصة نحن بنعرف ما بتصير أي محادثات ما بين سوريا وأي دولة تانية إلا لازم يكون إيران على رأس القائمة. فهون حسب صحيفة ديلي صباح التركية عم تقول لك إنه الوفد الإيراني اللي راح يشارك بالاجتماع، بيعتبر هذا نوع من المفاجأة. يا هل ترى إيران راح تشارك؟ يا شباب بتمنى تشاركونا بالتعليقات، إيران راح تشارك بالاجتماعات أم لا، وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. كلياتكم الفترة الماضية شفتوا يا شباب كذا مرة الرئيس أردوغان دعا بشار الأسد إلى حضور إلى أنقرة وإلى آخره، فبعتقد أنه روسيا أفضل مكان مناسب للاجتماعات ما بين سوريا وتركيا. وحتى في الفترة الماضية شفنا أنه فلاديمير بوتين رئيس روسيا قال لك أنه العراق قد تكون عائق على المجتمعون في بغداد. على كل حال، هاي الأخبار قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة. في الساعات القادمة رح نستنى الرد الرسمي من الدولة السورية. طبعا دائما هنا بنشوف الرد الرسمي، إن كان عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين، من صحيفة الوطن السورية. وخلينا نروح على الخبر الثاني المتعلق أيضا بنفس السياق. عم يقول لك السفير الروسي في سوريا، من المهم إشراك دول أخرى في المحادثات التركية وسوريا. هون قد عم يلمح لمشاركة الإيرانيين بالمحادثات، وأيضا قد نرى مصر وقد نرى السعودية بهاي المحادثات. فخلال الأيام القادمة رح نشوف مثل ما حكينا قبل قليل الرد الرسمي من الدولة السورية. وأما الخبر الثالث يا شباب عن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون، نطالب بتوقف حملات التحريضية ضد اللاجئين السوريين في دول الجوار. هون يا هل ترى هو عم يقصد تركيا أم لبنان؟ وقد نرى في الأيام القادمة حتى الأردن
تعمل حملة تحريضية ضد اللاجئين السوريين. طبعا لبنان من فترة طويلة هن عم يحرضوا على اللاجئين، وشفنا بالفترات الماضية بتركيا بالتحديد في مدينة قيصري كيف قاموا البعض العنصريين ضد اللاجئين وتكسير ممتلكاتهم. وأيضا خبر متعلق بنفس السياق يا شباب، بعد الهجمات التي طالت السوريين في مدينة قيصري، توقف 15 مصنع، ركزوا على الخبر، توقف 15 مصنعا ومغادرة قرابة 3000 عامل سوري من مناطق من المنطقة الصناعية في ولاية قيصري، وأصحاب العمل الذين يقولون أنهم ضحايا لا يستطيعون سداد الفجوة في الوظائف. فهون يعني بصراحة شفنا خلال الفترة الماضية عم يقول لك قرابة 3000 سوري يعني قصرا تم إبعادهم من الوظائف. هون كثير من المحل، حتى أنا وصلتني أخبار من غازي عنتاب، في كثير من المحلات وكثير من عندهم أراضي زراعية تضرروا بشكل كثير، طبعا تضرروا بشكل كثير كبير. ونحن بالفترة الحالية بنعرف موسم خضرة، موسم القطاف، البندورة، الخيار والخضرة الصيفية، فكتير كتير الأتراك تضرروا منها. وبعتقد أنه بعض العنصريين اللي قاموا ضد الشعب السوري أو ضد اللاجئين في سوريا. الخبر الأخير يا شباب متعلق بالإدارة الذاتية، الخبر على الشكل التالي: محافظة الحسكة أفرجت الإدارة الذاتية في عن الدفعة الجديدة من المساجين وشملهم العفو الذي أصدره بتاريخ 17 تموز الجاري، وتم إطلاق سراح 160 شخص منهم. طبعا تم إطلاق سراح 160 شخص منهم رجال ومنهم سيدات. وخلال الفترة القادمة كمان رح نشوف، طبعا كان في عفو عام بالإدارة الذاتية، تم إفراج عن العديد والعديد من الأسماء، وشفنا بصراحة قدام السجون وكيف الناس عم يستنوا السجناء. في منهم صار لهم سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، في منهم والله كانوا مظلومين، لا كانوا هيك ولا كانوا هيك، كان في منهم رايحين يجيبوا الخبز ورايحين يجيبوا قوت يومهم، ولكن تم سجنهم من قبل بعض المتواجدين من الإدارة الذاتية. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل حال يعني هذا فيديو اليوم، نتمنى السلامة للجميع يا شباب، اعذرونا على الأخطاء اللفظية اللي قرأناها. وبالفيديو الماضي نشرنا خبر يا شباب عن تسليم إدلب بدون إطلاق أي رصاصة، فما شاء الله شفت كم التعليقات، أكثر من 250 تعليق، والله يمكن منهم 200 تعليق كله نازل السب وشتم وكلام معيب، فوالله الله يسامح اللي عم يسب واللي غلط. نحن عم نحكي خبر قيل عن قال عن مصادرنا، ولكن السب بالأم والأخت ليش يا جماعة الخير؟ والله يعني شيء معيب، شيء معيب. حسبي الله ونعم الوكيل. نضلوا بخير، السلام عليكم ورحمة الله.